تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يوليو 2024 بمعدل وصل إلى 86.8% لتسجل نحو 3 مليارات دولار للشهر الخامس على التوالي. كما ارتفعت التحويلات بمعدل 15.9% مقارنة بالشهر السابق له مباشرة، والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار. وبذلك سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي زيادة بمعدل 32.4% لتصل إلى نحو 15.5 مليار دولار مقابل نحو 11.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق. استهل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير سلسلة اجتماعاته مع الوزراء والمسؤولين العراقيين خلال زيارته للعاصمة العراقية بغداد بلقاء وزير النقل العراقي ورؤساء 13 شركة مصرية من كبريات الشركات المتخصصة في مشروعات البنية التحتية. وخلال الاجتماع أكد الوزير على أن مصر لديها تجربة رائدة في مجالات البنية التحتية، وقد حققت مصر نهضة كبيرة في كافة القطاعات كالطرق والأنفاق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ والمدن السكنية ومشروعات المياه والكهرباء وغيرها. التقى وزير البترول كريم بدوي وفدا من شركة وزير فورد العالمية، وتناول اللقاء سبل دعم وتنمية التعاون بين قطاع البترول والشركة الرائدة عالميا في تقديم الخدمات والحلول الرقمية والتكنولوجيا للحفر والإنتاج من آبار البترول والغاز. أكد وزير البترول في هذا اللقاء على أن قطاع البترول منفتح على التعاون مع الشركاء العالميين في مجال الخدمات والتكنولوجيا لصناعة البترول بما يعزز من استخدامها في تطوير وتنمية الإنتاج البترولي ورفع معدلاته. قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط إن التخارج الشركات الحكومية من شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين يمثل تطبيقاً عملياً لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية وتنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة. جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر المملوكة لشركتي إن كابيتال وأيادي التابعتين لبنك الاستثمار القومي والبريد الاستثمار إلى تحالف دولي من المستثمرين. أعلن رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة عن قبول طلبات الشركات الصينية لتخصيص أراضٍ استثمارية جديدة في قطاعات متعددة في مدينتي العالمين الجديدة والمنيا الجديدة. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة لوفدين صينيين ضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص لبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق على أهمية التعاون المشترك وتطوير سبل العمل مع المؤسسات الدولية المعنية بتطوير ملفات التجارة الداخلية وتحقيق الأمن الغذائي. جاء ذلك خلال استقبال فاروق لمديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر كلامنس فيدال لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.